مرحبا بكم في هذا العدد، سنتعلم كيفية تحديد عدد الصفحات التي سنقوم بطباعتها. كما تلاحظون بالنسبة لهذا الملف هنا في الأسفل يوجد حوالي 32 صفحة. أنا أريد كمثال طباعة الصفحة رقم 3 وطباعة الصفحة رقم 4 فقط من هذه الصفحات. نقوم هنا بالذهاب إلى ملف ثم نضغط هنا على الطباعة. كما تلاحظون نختار هنا الصفحات المعينة، نفترض أنني سأقوم بطباعة الصفحة رقم 3، ثم نقوم بتحويل لغة جهاز الكمبيوتر إلى الفرنسية ونضغط على الاختصار التالي Shift ورقم 8 كما هو موضح في لوحة المفاتيح التي تظهر أمامكم، ثم نختار هنا الرقم الآخر من الصفحة من 3 إلى 4، ثم تقوم هنا بالضغط على الطباعة بعد تحديد الطابعة الخاصة بك. تتم الطباعة بكل سهولة بالنسبة للصفحات التي قمت بتحديدها. سنقوم بالانتقال إلى ملف PDF لتحديد أيضا الصفحات والقيام بطباعتها. بالنسبة لهذا الملف توجد فيه بعض الصفحات، هذه صفحات خاصة بقوانين كما تلاحظون. أنا أحتاج صفحة رقم 1 والصفحة رقم 2 فقط. أقوم بالضغط هنا على الطباعة ثم أقوم بتحديد الطابعة كما تحدثنا مسبقا. اختار الطابعة الخاصة بي. هنا عدد النسخ، نذهب مباشرة إلى عدد الصفحات. كما تلاحظون هو يقول لك على سبيل المثال من 1 إلى 5 8 11 إلى 13. نكتب من 1 إلى 2. عند تحديدك لعدد الصفحات بالنسبة للPDF تستطيع الضغط على زر الناقص من لوحة المفاتيح الظاهر أمامكم، وليس زر الناقص عبر الاختصار كما تحدثنا سابقا. هذا فقط بالنسبة للPDF. لاحظوا جيدا، هنا من 1 إلى 2 فقط، ثم تقوم بالضغط على الطباعة. كما تلاحظون بعد الضغط على الطباعة الطابعة تستخرج الأوراق الآن. تخرج الورقة رقم 1 ثم ستخرج الورقة رقم 2 كما تلاحظون. هذه هي الورقة رقم 2 التي تظهر أمامكم. كما تلاحظون الورقة رقم 1 والورقة رقم 2 التي نحتاجها فقط. تستطيع اختزال الأوراق التي ستقوم بطباعتها وتجنب الأوراق التي قد تقوم بطباعتها ثم التخلص منها. ويوجد أيضا في صندوق الوصف فيديو لكيفية الطباعة عبر الواي فاي، وتستطيع أيضا تعلم كيفية الطباعة على وجهين من طابعة براذر. تجد جميع الروابط في صندوق الوصف. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة.